اهلا بكم من جديد في حديث القاهره. يعني الحقيقه يعني العرض الشيق اللي بيعملوه لنا خالد البرماوي في بورصه الكلام ده شيء، والعرض الاخر اللي قبل الفقره شيء تاني، لانه يعني فعلا شخصيه مدهشه بخفه دمها، مجهز لنا حاجات لطيفه قوي النهارده في بورصه الكلام. مساء الخير يا اخي. مساء الفل يا كريم. لا هو الفكره كلها على حسب الاخبار اللي معانا، حاجه ان انت ما تقعش. وهم هي كانت بتحذرني يعني، بتقول لي ما تقعش، واستاذ هاني المخرج بيقول لي خد بالك عشان لازم تبقى في وضع معين، واللي هو شمال شميل يا ده انت نينا خالص قطاع. طيب بورصه الشخصيات النهارده كانت خريطه الشخصيات متنوعه بصوره كبيره جدا اكتر من اي يوم. دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بوزاره الصحه كان موجود النهارده على ترند لسبب تصريحات كتيره فيها الاثنين، تصريحات ليها علاقه بالتعليم العالي، وخاصه انتم عارفين اليومين دول كمان التنسيق قرب والجامعات والكليات وكليات جديده وجامعات جديده، ففي تصريحات كتيره زائد تصريحات كمان في اطار كورونا، لان طبعا الحالات بدات تزيد وربنا يستر. هاني شاكر بعد بيان امس النقابات المهن الفنيه واحنا انفردنا به في حديث القاهره وعرضناه، جدل كتير، تصريحات كتير من الفنان هاني شاكر كمان ونقابه الموسيقيين، هل يتراجع ولا لا؟ ده هنعرفه. سيد عبد الحفيظ ما زالت تصريحاته بعد مباراه موقفه اللي عمله بعد مباراه الزمالك، ثم تصريحاته لقناه الاهلي اللي اتشالت ثم اتحطت ثم ردود فعل عليها، وشريف عامر موجود بسبب تصريحات كتيره جدا ونعي كتير جدا لوفاه والده الصحفي الكبير منير عامر. قيس سعيد رئيس التونسي على خلفيه استفتاء على الدستور في تونس اللي انتهى امس بموافقه، ثم امال ماهر بعد عودتها وتصريحات ليها، وكانت موجوده ترند على مدار اليوم على اكتر من منصه فيسبوك وتويتر تحديدا. طيب ايه اهم الحاجات اللي انتم تفاعلتوا معاها؟ طبعا انتم فاكرين على تويتر كان في ناس بتعمل هاشتاج ليه علاقه بالانترنت وسرعه الانترنت وانترنت مش محدود. النهارده دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قال تصريحات ليها علاقه بالانترنت وسرعته وكفاءته، اثنين سرعته وكفاءته، سواء الانترنت الارضي او الانترنت الموبايل موبايل انترنت، وقالك ان في استثمارات تقدر ب 40 مليار جنيه تم رصدها لرفع كفاءه الانترنت. الكلام ده قاله في خلال اجتماع او حدث ليه علاقه بالجمعيه المصريه اللبنانيه للاعمال. تفاصيل كتير اهتموا بيها الناس على فكره في الموضوع ده وناقشوا فيها كتير جدا. طيب واحده من الحاجات برضو اللي كانت مسار اهتمام كبير جدا اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول، مش ترند بس، النهارده كانت ثلاث اربع ايام، ان بدات الناس تلاحظ ان الفيديوهات اللايف على منصات الصحافه المصريه بدات تقل، ما وقفتش، اليوم السابع شغال بس على ليفل او مستوى الاخبار، لكن بشكل عام طبعا في تصريحات كتيره جدا منها زميلنا مثلا محمد فتحي الصحفي بيقول ان القرار ده، هو بيقول ان في قرار على حسب كلامه، وان ده طبيعي سبع شويه اداره اللايف وتدفق المحتوى بشكل غزير دون رقابه او تطبيق للقواعد المهنيه. وفتحي قال للشرق الاوسط ان المحررين صغار السن وغير مدربين عملوا بعض الاخطاء المهنيه الفادحه، لكن في النهايه هي تكنولوجي مفيده وزيها زي البث اللي احنا بنعمله دلوقتي، بس هي الفكره كلها القواعد المهنيه والقواعد التقنيه الاثنين لازم يندمجوا في اسلوب واحد. القصه الخاصه بهاني شاكر ايه اللي حصل؟ انتوا عارفين طبعا، نرجع كده بالعجله ورا، هاني شاكر الفنان القدير ونقيب الموسيقيين من شهر كان في عمليه مصالحه ما بين حسن شاكوش، ومن ناحية تانية سعيد أرتست وكل الفنانين الإيقاع. وأثناء الأزمة دي حصل أثناء الصلح حصل أزمة كبيرة جدا على إثرها، هاني شاكر طلع وقدم استقالته. الكلام ده تم في أقل من 3 أسابيع. اللي حصل إن نقابة المهن الفنية اللي فيها الموسيقيين والسينمائيين والممثلين التلاتة، دكتور المخرج الكبير عمرو عبد العزيز طلع وقال احنا قبلنا الاستقالة. هاني شاكر من ناحيته بقى ايه رد الفعل اللي حصل؟ هاني شاكر من ناحيته طلع لليوم السابع للزملاء في اليوم السابع وصرح وقال ان هو راضي عن القرار ده ومش هيتراجع عنه، وبيشكر اتحاد نقابات المهن الفنية. لكن على مستوى نقابة الموسيقيين المستشار القانوني الخاص بالنقابة طلع وقال ان القرار ده باطل، ولازم عشان يبقى صحيح لازم نقابة الموسيقيين اعضائها هي تقره، وقال لك ان في 90 يوم ما بين قرار الاستقالة والدعوة لانتخابات جديدة، وهيحاولوا يثنوا هاني شاكر عن قراره، لكن الرياح بتقول ان هو غالبا هيتمسك. طيب
فاكرين الازمه بتاعت اغنيه محمد منير الجديده اللي كنا عنها امبارح وكلمنا عنها اول امبارح؟ اليوتيوب النهارده قفل الاغنيه، اخبار كتير جدا طلعت على قفل الاغنيه، وبعض الناس بتقول انها اتقفلت بسبب حقوق الملكيه اللي علاقه بالكلمات. لا، هي شكوى كمان خاصه باللحن اتقال. مش بالكلمات، شكوى لكن خاصه باللحن، لكن هي الفكره طب ان باللحن عشان باللحن صحيح. الفكرة ان ده لحن فلكلوري واستخدم في عدد كبير جدا من الاغنيات، وعشان كده في ديبيت كبير جدا جدا موجود حتى هذه اللحظة ومستمر على السوشيال ميديا. محمد منير قامة كبيرة، ما هياش قامة قليلة ابدا. التعاون الاول يعني في اغنية شبه اللي احنا شفناها دي بالنجاح ده، اكيد الموضوع مش سهل يعني. طيب، من برضو الأخبار الفنية الكويسة جدا والناس اهتمت بيها جدا، انتم فاكرين الصورة السامجة اللي كانت مقارنة ما بين اللياقة البدنية لعمرو دياب وجورج وسوف؟ النهاردة الاهتمام مكمل وعلى طول دائم بالنسبة لجورج وسوف، عمل تغريدة بيقول حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، ودي لقطة حلوة قوي ان انا اعمل استباق للشائعات والأخبار. دخلت الاسبوع الماضي الفنان جورج وسوف بيقول كده الى مستشفى القديس جورجيوس في بيروت وخضعت لعمليه استئصال لحميه عن الاوتار الصوتيه، وبيقول ان هو بخير والعمليه نجحت والحمد لله، وبيوعد ان هو يكون في حفله في الاردن يوم 8 اغسطس القادم. الحمد لله. 8-9 ايام. من الحاجات برضو اللي كانت ترند طول اليوم كله على فكره، وعلى مستوى الفنانين وعلى مستوى الناس العاديه، ذكرى وفاه الفنان الجميل العظيم فاروق الفيشاوي. النهارده الذكرى احيوها ناس كتير جدا، منها طبعا ابنه احمد الفيشاوي نشر صورته مع والده وعلى بيقول مر 3 سنين بدونك يا ابي، الفاتحه عليك ان شاء الله كما كنت دائما بتقول لي يعني يا حضره المحترم. وخد بالكم من كلمه المحترم دي، لان محمود الفنان الجميل محمود حميده قال لك ايها النبيل كلما ذكرتك او تذكرتك حضرتني اخلاق النبلاء من الفرسان. إسعاد يونس الفنانة الجميلة حط الصورة من مسرحية سيدة الحوش وقالت إن الصورة دي خدتها من المؤرخ الفني محمد شوقي، وكانت المسرحية دي بطولة حبيبي فاروق الفيشاوي الله يسعد روحه في الجنة الله يرحمه. على مستوى تاني ترند مختلف شوية على انستجرام، هيدي كريم هايدي كرم سوري الفنانة الجميلة طلعت على لايف على انستجرام وكلمت في مواضيع كتير وقصص كتير جدا، لكن من التصريحات اللي الناس اهتمت بيها وبعضها أيد وبعضها انتقدت ستوريا على انستجرام، كانت بتقول انها ممكن تتجوز واحد مختلف عن ديانتي، لان بطبع ست متفتحة على الاخر وعلى الديانات المختلف. ناس وافقت ناس عرض. طيب، من الحاجات برضو اللي كانت ترند في مصر والسعودية وكتير جدا من دول الخليج، بلوجر او ناشطه او سموها زي ما انتم سموها، المهم واحده ناشطه على الانترنت اسمها تالا صفوان طلعت بفيديو لايف مقيمة على السعودية. هي مصريه مقيمه في السعوديه، طلعت بلايف على تيك توك وكانت بتتكلم مع واحده تانية برضو يعني اكتف وناشطه وبلوجر وفيديو بلوجر كل اللي انتم عايزين تقولوا المسميات، واتكلموا وكان الكلام فيه عبارات توحي بانها عبارات خارجه او خدش. السلطات السعوديه على حسب البيان اللي نقل عن مصراوي والعين الاماراتيه واكثر من صحيفه كمان تاكدنا انه تم القبض عليه. صلاح بقاله يومين ثلاثه بينشر صور حلوه قوي، وحساب ليفربول كمان بينشر صور حلوه، بس الصوره دي لفتت نظر ناس كتير وعلقت عليها على لياقه وجوده وحلاوه وشياكه ولباقه ما شاء الله ابننا. بجد ما شاء الله صلاح برفقة نونيز اللي هو اللاعب الجديد اللي انضموا عليه. انا عايز بس اقف هنا شويه حلوه بقى، انا عايز اقف هنا كده عشان نتكلم على عضلات ابننا يا سيدي. أوكي. ما شاء الله والله عضلات ابننا صلاح. انا حقلق عليه منك يا خالد. عارف محمد صلاح، بصوا يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله، بص اللياقه وايه بقى ده. افكركم بقى بيورجن كلاب المدرب لما قال لك ايه، قال لك صلاح لما بيرجع جاهز، مش محتاج يخش في معسكر استعداد، ده لعيب يجي بكره يلعب ما عندوش اي مشاكل في معسكرات الاستعداد. هو ده الرياضي الحقيقي يعني، اللي فاهم يعني ايه رياضه وبيتعب جدا على نفسه على المستوى الرياضي والبدني وعلى المستوى الاخلاقي كمان. فرعوني اصلا. طيب، من القصص برضو اللي كانت ناخد القصه بتاعت سيد عبد الحفيظ. طيب، الجديد اللي لسه حاصل مفيش من ساعات ان الفيديو الخاص بتصريحات سيد عبد الحفيظ لقناه الاهلي اللي قاله مباشره بعد المباراه الاخيره اللي الاهلي كسبها 2-0،
سعد حريص طلع وقال تصريحات وبعد كده اتقفلت. التصريحات دي رجعت، التصريحات دي اثارت جدل كتير. كان بيقول فيها ايه؟ كان بيقول ان بيتكلم على فكره الممر الشرفي، بيقول اقامه ممر شرفي بعد مباراه نهائي كاس مصر امر غير مألوف في كره القدم المصريه، وقال لك لن القي التحيه والسلام على اي شخص سبق له الخوض والتشكيك في وطنيتي. وهو بيقول لك حسبنا العديد من الألقاب، وقال لك لن أصافح شخص تعرض لأهل بيتي حتى لو في آخر يوم في عمري. طبعا التصريحات دي لو تفتكروا الأهلي طلع ببيان على صفحته الرسمية وقال لك احنا هنعمل اجتماع عاجل مع شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي اللي هم اوريدي جزء من تنفيذ عمليات الإنتاج الإعلامي لقناة الأهلي بتقوم بها شركة خاصة، وقال لك وجه الكابتن محمود الخطيب ببث الفيديو الخاص بتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ. من ناحية تانية المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طلع برضه بتصريحات ما سكتش برضه، فقال لك ايه تحدثت مع المسؤولين في الدولة بعد تصريحات سيد عبد الحفيظ عقب مباراة الجونة، وتم اتخاذ هو على الكلام ده على هدته، وتم اتخاذ قرار بحذف الفيديو من كل القنوات التابعة للشركة. طبعا هو المفروض الفيديو اصلا بتاع شركة الاهلي ومش بتاع اي حد تاني. وقال لك كذلك الشركة المتحدة قررت منع سيد عبد الحفيظ من الظهور. طبعا يعني مش هنتكلم كتير، بس في حالة برضو من التأييد من كتير جدا من الاهلوية، زي مثلا الفنان الجميل احمد فهمي قال لك صنع في التتش اقوى واهم مديرين الكره مش بس في الاهلي في الوطن العربي وافريقيا، ده من وجهه نظر. اخر قصه معانا كريمه، وانا عارف ان انت كنت بتناقشيها واتكلمت عنها كتير جدا، ناس كتير جدا وهي بتتفرج على فيديوهات، وفيديوهات عاديه ممكن يكون فيديوهات ليها علاقه بالمزيكا، حتى فيديوهات كمان ليها علاقه بالقران او دراما، تظهر له اعلانات زي اللي بتظهر اعلانات وبيبقى فيه عداد 4-5. انا بس هقول لك على حاجه صغيره، انا ابني وانا بفكر في الموضوع النهارده بساله لان هو كمان يوتيوبر الحقيقه يعني، بس مش في الجانب مش بالعربي، فبكلم بقوله الاعلانات اللي بقت موجوده. قال لي ماما المفترض ان الاعلانات دي بتطلع اذا انت مهتم بالمحتوى ده، فانت بتتفرج على كده فبيطلع. ايه الاعلانات كان فيها ايه؟ ما عشان كده اقول لك انها لم تعد مرتبطه بان انت بتتفرج على المحتوى ده فبيطلع لك الاعلانات. طب اللي خالد هيتكلم عليها الناس دلوقتي. الناس فوجئت ان في اعلانات بتظهر زي الاعلانات المعتاده، لكن المشكله كانت اعلانات فيها الفاظ خارجه. الموضوعات كانت اغلبها اعلانات ليها علاقه بتطبيقات للمواعده، وده امر يعني مش مشكله في التطبيقات دي، المشكله كلها في الصوت اللي بيطلع، وكان في صوت الفاظ خارجه معنى كلمه خارج اخر حاجه بقى اخر حاجه في الخارج فكانت بتطلع، فكان امر صعب جدا. ودي امثله طبعا احنا حاسفين اسماء او اخفينا اسماء التطبيقات دي كلها، والامر بقى له اكتر من شهر. الخبير التقني اسامه عصام الدين كان بيقول للزملاء في اعلام، قال لك سبب وجود الاعلانات المسيئه هو استهداف بعض الشركات للسوق العربي. طبعا شركه عايزه تعمل اعلان وتبيع تطبيق، دي مش المشكله، المشكله هو بيقول بقى المشكله الاساسيه تكمن في شركه جوجل وموافقه فريق الامان على مثل هذه الاعلانات. السعوديه اعتقد اخذت تحرك سريع وتعاملت وقدمت شكوى لليوتيوب علشان وقف الاعلانات دي فورا. طبعا يعني خلينا ناخد قبل خطوه السعوديه نشوف حتى هنا في مصر كمان في ردود فعل كتير جدا. من مريت الحريري بتقول بتفرج على مسلسل محترم ومفيهوش اي حاجه خارجه على اليوتيوب، فجاه طلعت لي اعلانات، وانما للاسف طلع لي اعلانات لا ترقى الى اي مستوى من الاحترام. وبتقول ازاي ولد بتحكي عن عنده 14 سنه يأذي بنت عندها 5 سنين، وبتتكلم على مشاهد كلمات خارجة نفس الطريق برضو، وحد تاني بيحذر خلوا بالكم من أطفالكم وبالذات سن المراهقة. في أبليكيشن جديد لايف طالع برضو، وعايز أقول لكم حاجة، في حاجة اسمها يوتيوب كيدز برضو، عشان دي برضو الكلام في يوتيوب كيدز، فما تدوش أولادكم أكاونت يوتيوب اللي هو الخاص العادي بتاع الكبار. طيب زي ما قالت كريمة اول رد فعلي معلن، ما نعرفش دوله تانية عربيه عملت ايه، بس اول رد فعل معلن كان من الهيئه العامه لاعلام المرئي والمسموع في السعوديه، طلعت بيان وطلبت فيه منصه يوتيوب بازاله الاعلانات المخالفه، وعملت بيان، وكان بيان من هيئه الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات اللي هي توازي عندنا الان تي ار اي جهاز تنظيم الاتصالات، والهيئه العامه لاعلام المرئي والمسموع اللي هي تمثل عندنا المجلس الاعلى للاعلام. مفيش يومين، انا بنتكلم على تاريخ، مفيش بعديها بيومين 23/7 على طول تاني يوم يوتيوب الشرق الاوسط طلعت وقالت، قال متحدث رسمي وطلعوا بيان
إن وقالوا فيه إن حماية مجتمعاتنا على يوتيوب من أهم أولوياتنا في السعودية وحول العالم. حول العالم ده بقى كل الناس بعد كده. معنى كده إن مصر كمان يعني وكل الدول اللي متضررة تتقدم بطلب، وده اللي يحصل يعني. مفروض ده يكون حصل على الجهات المعنية إنها يعني تقوم بـ 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 بالتصرف بالمثل. بص كان. احنا الى الان يعني ما نقدرش نجزم ان ده توقف في مصر ولا. اتمنى لو في حد تعرض لحاجة او شافها في خلال امبارح او النهاردة يعمل برينت سكرين ويبعتها للسوشيال ميديا القاهرة والناس، بحيث ان احنا نحاول نتواصل مع جوجل ويوتيوب ونشوف لماذا لم يتم تطبيق هذه المحاذير في مصر ولا لا. وفي نفس الوقت لو حد شاف اعلان زي ده يريبورت الاعلان يبلغ عنه، مهم جدا. او ممكن يخش في الاعدادات ويبدأ يظبط اعدادات الخصوصية بحيث ما تجيلهوش مثل هذه الاعلانات. بس دي من الحاجات اللي كانت يعني ترند على مدى الايام دي كلها، وكان مش حاجات مش قليله ابدا. شكرا جزيلا، شكرا لك كريم على الفقره الجميله. ان شاء الله نقابلك السبت. شكرا. طيب بعد بورصه الكلام النهارده معدنا مع المحاميه الشهيره والحقوقيه الشهيره والزميله العزيزه الاستاذه نهاد ابو القمصان. المره دي العنوان دفاعا عن الرجل، ولما تقولي الاستاذه نهاد ابو القمصان دفاعا عن الرجل معناها يعني لازم نسأل الموضوع ايه بالظبط. تخيلوا عدد الرجال اللي تعرضوا للتحرش او الابتزاز اكتر من عدد الستات. طب هما فين؟ ده مش تصريحنا احنا، ده تصريح السيدة وزيرة التضامن. خلينا نفهم تفاصيل اكتر. يعني الرجال الذين يتم التحرش بهم والرجال اللي بيتم ابتزازهم واشياء اخرى كتير، واهمها مفهوم الرجولة الحقيقية. يعني ايه راجل؟ بعد الفاصل لها رأي آخر. نهاد أبو القمصان هتكون معنا هنا.